في حديث العلم لازم تسمع، هو بشكل عام حاول تسمع دايما اكتر ما تتكلم. يعني اصلا طول ما انت بتتكلم ما بتسمعش، انت عارف كده ولا لا؟ يعني ما بتركزش في اللي انت بيتقال. فكلما كنت صامتا كلما استمعت اكتر، وكلما استمعت اكتر اصبح انتاجك اعمق واهم وافيد ايا كان نوع الانتاج اللي انت بتعمله. فحديث العلم بالذات خلونا نسمع. عندنا معرض القاهرة الدولي، هنا بقى بنتكلم على السابع للابتكار سنة 2023، فعندنا مجموعة من علمائنا اللي فازوا بجوائز. فعندنا النهاردة 2 علماء. صحيح أنا كنت علمي في الثانوية العامة، لكن أنا مش عالم، شغلتي زي ما أنتوا شايفين، بس أنا طول عمري بأمانة والله أقدر العلماء ودايما أنظر إليهم كده نظرة فيها إعجاب وانبهار واندهاش، ودايما يبقى في عندي سؤال، هم بيفكروا في الحاجات دي ازاي؟ مره زمان سالت قوي، قلت لهم هم بيفكروا في الحاجات دي ازاي؟ قال لي السؤال ده معناه ان انت مش عالم، لان هم بيفكروا بطريقه مختلفه. خلوني ارحب بضيوفنا داخل الاستوديو، الاستاذ الدكتور ابراهيم الشربيني، المدير المؤسس لبرنامج علوم النانو ومدير مركز ابحاث علوم المواد بمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، حصل على المركز الثالث في محور الصحه والدواء. عن خد بالك بقى هنا التصحيح اللي انا فهمته من الدكتور، بديل لقطره العين بتقنيه النانو تكنولوجي. منورنا يا فندم. اهلا بيك يا فندم، تسلم. شفت وانا بتعلم بسرعه؟ الله يكرمك، سعيد اني موجود معاك النهارده. يا رب يخليك، ده انا اللي سعيد. دكتور احمد علي عبد المقصود، المدرس بكليه الزراعه جامعه القاهره، حصل على المركز الاول في محور الغذاء عن مشروع الاداره المستدامه، من الاخر الشرش اللي هو نواتج صناعة الجبنة بمعالجات علمية وعمليات صناعية متكاملة يحولوا إلى مركزات بروتين. منورنا يا دكتور. نور لي، شكرا. كله تمام؟ طيب، عايز استأذن كمان ان احنا عايزين قبل ما نبدأ حوارنا نرحب معنا على التليفون، معنا الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية التكنولوجية. أهلا بيك يا دكتور عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إيه الأحوال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. أول حاجة بقى هفكر فيها دكتور عمرو، يعني وإحنا كده في اللقاء ده، وقبل ما نبدأ نتكلم مع دكتور إبراهيم ودكتور أحمد، أهمية هذه المعارض للمبتكرين والعلماء والمخترعين. أولا شكرا جزيلا لحضرتك على الاستضافة، وأهلا وسهلا بالأساتذة الكرام اللي موجودين مع حضرتك في الاستوديو. أهلا بحضرتك. معرض القاهرة الدولي للابتكار هو السابع، النسخة السابعة، تعقدها أكاديمية البحث العلم والتكنولوجيا لتحقق عدد من الأهداف، أو بننمو بها تحقيق عدد من الأهداف. أولا هو سوق للابتكار وتسويق الابتكارات لدى المجتمع والصناعة المصرية. حلو. ثانيا هو نوع من أنواع نشر الثقافة العلمية بين أفراد المجتمع المصري بالكامل، إن المجتمع أو الأسرة المصرية تدرك مدى أهمية العلم في حياتنا. فبالتالي حضرتك لو بتطلع على محاور المعرض او زائرين المعرض او العارضين في المعرض هتجد كل طوائف المجتمع، ليس فقط فئه العلماء من الاساتذه في الجامعات والمراكز البحثيه المصريه، ولكن ايضا من الاطفال، مشروعات تخرج، الشركات الناشئه. ثالثا هو نوع من انواع اظهار القوه العلميه للمجتمع المصري والباحثين المصريين وقدرتهم على مواجهه التحديات الموجوده حاليا. حلو. المعرض الحمد لله هو الاكبر من نوعه في الوطن العربي والشرق الاوسط. وتقيمه جهه حكوميه. فبالتالي بقى العديد من الاهداف اللي يعني بنحاول بقدر المستطاع تقديم رساله للمجتمع والدوله المصريه على اهميه دور وتوطين البحث العلمي وايضا كلمه الاقتصاد المعرفي. حلو قوي 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 اخر جملة، الاقتصاد المعرفي. ده هيخليني اخد سؤال كمان واتقل على حضرتك واخد من وقتك شوية كمان، الا وهي انه انا متأكد 100%، ويمكن حتى بالعمر اللي عشته على هذه الدنيا، ان احنا عندنا كم باحثين وعلماء في مصر غير اللي بره مصر كمان، وليهم من الابتكارات والبراءات مئات الالاف. هل النهاردة أقدر أقول إن أنا بدأت أشتغل على تحويل هذه الابتكارات والبراءات والاختراعات والأبحاث إلى أنها تدخل في حيز التطبيق اقتصاديا؟ أوروبا اتقدمت كده، أمريكا اتقدمت كده، وإحنا ده أحد أهم أهداف المعرض وأحد أهم أهداف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المعرفة أو العلم يجب أن تتحول إلى معرفة وقدرة اقتصادية في نهاية المطاف. حلو. لذا عندنا برامج مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية الانطلاق اللي بيهدف إلى تحويل الأفكار أو المخرجات البحثية سواء من طلاب من أساتذة إلى شركات ناشئة تقبل استثمار. هذه الشركات الناشئة هي بنعتقد ونتمنى أنها في يوم من الأيام تكون رافد من الاقتصاد القومي. هذه الشركات يجب أنها تكون معتمدة على التكنولوجيا. التكنولوجيا في مفهومها الواسع، يعني التكنولوجيا في مجال الطب، في الصناعة، في الزراعة، الغذاء، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي. كل هذه الشركات أعتقد فيها أمثلة عالمية ناجحة وحضرتك أدرى بها مني طبعاً، يعني العفو يا فندم، تحقق قدرة اقتصادية أقوى بكثير من اقتصاد دول بأكملها. صح. نتمنى في يوم من الأيام في مصر يكون عندنا هذا الرافد من الاقتصاد في مصر إن شاء الله. بإذن الله. أنا بشكرك جداً 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 مرة تانية دكتور عمرو، كل الشكر ليك دكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية والتكنولوجيا. وهنا أستأذن في أن أنا هبدأ الحديث من اليمين دكتور إبراهيم الشربين. يعني إيه بديل عن قطرة العين بتقنية النانو؟ وقلت لي ده يروح لأكتر من رافض مش بس القطر. تمام. صح كده؟ تمام بالظبط كده. ماشي. أولا لو سألت أي حد لو عندك مشكلة في عينك حتى بدءا بالحاجات البسيطة الحسية ولا حتى مرض خطير في العين، إيه أكتر طريقة ووسيلة بتاخد بيها الدواء في العين؟ الإجابة هتكون على طول القطرة. مش كده ولا لا؟ القطرة للأسف الشديد ثبت علميا والكلام ده من فترة كبيرة مش من اليومين دول، يعني إن العين لا تحتفظ إلا بقدر ضئيل جدا من القطرة مجرد ما تستخدمها. مجرد ما بتحطها كده معظم القطرة بتنزل من هنا كده نتيجة حاجة بنسميها الاي تيرز. علميا على فكرة احنا بنتكلم في رينج 5-7% اللي بيتبقى في العين. يعني العين بتفقد أكتر من 90% مجرد ما تحطها. عشان كده لو بتعالج حاجة في المرض حتى لو بسيط في العين باستخدام القطرة بيضطر تحطها in a frequent way، يعني بتحطها باستمرار إلى آخره. أضف إلى ذلك حضرتك أن القطرة الإكسبريشن ديب بتاعها ليل بتفسد بسرعة، وبالتالي لازم أشتري قطرة جديدة إلى آخره، وفي حاجة كتيرة جدا جدا عيب فيها. ففكروا من زمان مش من النهاردة أن هم يحلوا المشكلة دي، فعملوا حاجة أكثر لزوج عشان تحل مشكلة التساقط بتاعها ده. ففكروا في مراهم العيون والآي جل أو الجل بتاع العين. برضو المشكله ما اتحلتش للاسف، لان لو استخدمت الحاجات دي في اي وقت اثناء النهار مش هتعرف تشوف بيها، نتيجه هتعمل لك بلورد فيجن او مش هتقدر تشوف من خلالها. وعشان كده ما تعرفش تستخدمها الا مره واحده بس في اليوم قبل ما تنام. طبعا يبقى كده ما حلتش المشكله، ان كده الجرعه بقت جاست وانس ا دي او مره واحده في اليوم. فكروا في بديل اخر اللي هو العدسات اللاصقه. قال لك العدسه اللاصقه الناس بتشوف بيها، ما نحط فيها الادويه وتبقى سبيسيفيك لديزيز معين. طبعا للاسف شديد برضو الحال ده ما كانش واقعي خالص باي حال من الاحوال، لان العدسه اللاصقه بتسبب حساسيه يمكن اكتر من 70% من البشر. حتى اللي بيستخدموها للرؤيه. وبالتالي انا كده بحل مشكله بمشكله اخرى. اضف الى ذلك ان العدسه اللاصقه غاليه. اضف الى ذلك موضوع اخطر كمان، ان العدسه اللاصقه ما ينفعش تسيبها في عينك بالليل وانت نايم، هتلزق. فانت بتضطر تشيلها وتحطها في سلاين سوليوشن عشان تحتفظ بيها. صح. في الفتره ديت للاسف شديد الدواء اللي موجود جواها هيبدا يتسرب، فده الاوبشن ده ما كانش مناسب خالص. فكروا في حاجات غير كده كمان، حاجه اسمها اكيوسيرت، زي عارف حركة الاستيك بتاع الفلوس ده، بيبقى فيه حاجه صغيره جدا من مواد ما تعملش مشاكل في العين، وبعدين بتروح للطبيب مخصوص يفتح لك عينك على الاخر ويحطه لك جوه. تخيل يفضل في عينك 7 ايام. طبعا دي انفيسيف جدا، يعني مؤلمه ومش مريحه خالص، غير ان هو غالي ودكتور رايح ودكتور جاي لاخره. فكروا يمكن مؤخرا في طريقه اخرى اكثر صعوبه كمان، موضوع ان هو يجيب لك التابلت او الحبايه اللي بتاخدها اورال دي، حاجه زيها كده بس تبقى ميني تابلت صغيره خالص قابله للذوبان السريع في الميه، فتفتح عينك وتحط القرص الصلب ده في عينك عشان يبوش. طبعا دي صعبه جدا، في ناس حتى بتخاف تحط القطره، فازاي تستخدم حاجه بالمنظر ده؟ اذا كل البدائل للاسف الشديد عندها مشاكل كبيره، فالناس مضطره اسفه ان هي تستخدم القطره كالمعتاد. وعشان كده احنا بنستخدم القطرة. احنا فكرنا في بلاتفورم تاني. البلاتفورم ده مشكل بتقنية النانو، عبارة عن رقعة صغيرة جدا كأنها بالظبط حتة ورقة صغيرة. الورقة دي الديمنشن بتاعتها صغيرة جدا، يمكن 2 ملي في 3 ملي، حاجة صغيرة خالص. وسمكها 100 مايكرون، يعني تقريبا واحد أقل من 1 على 100 من سمك ورقة التصوير، رفيعة جدا. وبتبقى
في احد اسطحها بيبقى ميوكو ادهيسيف او قابل للالتصاق بالطبقه المخاطيه اللي موجوده في العين. الفكره بمنتهى البساطه بتشال الكفر، بتتحط على طبعا بالغطيان بتاعتها بالحاجات بتاعتها يعني، تحط على طرف الصابع، بتشال الغطاء اللي في الاول وتنزل بس اللور اي ليد او جفنك السفلي لتحت الحته الحمراء اللي بتبان دي، بتروح حاططها فيه وشايل بقى الكفر الثاني عشان الكونتامينيشن ما يحصلش اي تلوث ولا حاجه. طبعا انا بتكلم في حاجه صغيره جدا، بتدخل بقى جوه طبعا تبقى هنا تحت وتلزق، تفضل لازقه لانها بتلزق في الطبقه المخاطيه اللي جوه هنا. سهوله جدا في الاستخدام حتى مع الاطفال، يعني اسهل بكتير جدا من القطره، لا تعوق الرؤيه لانها مستخبيه تحت، رفيعه جدا جدا ما تقدرش تحس بوجودها اصلا في العين. في نفس الوقت مصنعه من مواد كلها FDA approved من منظمه الصحه والدواء الامريكيه، بتتحلل مع الوقت وتكون مواد اوريدي موجوده في العين، وبالتالي ما عندهاش اي مشكله خالص، ما تؤديش الى انها تسيل مع الإلماع خالص، لانها جرعه صلبه، هي حاجه زي الورقه فهي ما فيش فيها سائل خالص، وبتبدا توزع الدواء بانتظام داخل العين بانتظام كامل. جربنا الكلام ده على انيمال مودلز مختلفه لحد ما وصلنا لعيون البقر حتى، يعني لارج انيمال موديل. في نفس الوقت دي جرعه صلبه، يعني الاكسبريشن ديب بتاعها ممتد معاك لفتره طويله جدا، تحتفظ بالجرعه الدوائيه 100% لان ما فيش اي فاقد دلوقتي، لا تعوق الرؤيه، سهلة الاستخدام، رخيصة جدا، يعني عملنا عليها دراسة جدوى وقارناها بكل طرق تناول الدواء عن طريق العين المتاحة عالميا مش بس في مصر. كنا بنتكلم في مبلغ زهيد جدا، وده بلاتفورم جديد، يعني ده طريقة جديدة، احنا بنتكلمش عن علاج حتى مرض معين، احنا بنتكلم عن طريقة مبتكرة تستبدل بيها كل الطرق التقليدية ديت لإيه؟ لتناول الدواء عن طريق العين. كمان في نفس الوقت ريبروديوسابل. المشكله اللي كانت هتقابلنا في فتره من الفترات هي ازاي احضر الحاجات دي بقى على اللارج سكيل، كميات كبيره عشان مرضى كتير وعشان كذا وعشان كذا. الحمد لله عملنا ديزاين لجهاز كمان، ما عايزين الحدوته تكتمل لان في هدف قدامنا ان يبقى في مخرج ينزل للمريض في وقت من الاوقات. صح. فعملنا جهاز وصممناه بفكره مبتكره، والجهاز ده تم تصنيعه في الخارج في الصين وموجود عندي دلوقتي حتى في المدينه، يقدر يعمل باتشات ورولات وبعدين تتقطع طبعا ان هايجين كونديشن او في ظروف معقمه تمام وتستخدم على لارج سكيل. البلاتفورم ده خدنا عليه ميداليه ذهب في معرض جنيف الدولي، خدنا عليه مركز اول وميداليه ذهب في معرض الابتكارات الشرق الاوسط، وطبعا شرفنا كمان ان خدنا عليه تكريم وجائزه من معرض القاهره الدولي السابع للابتكار. فاعتقد يعني ان شاء الله تعالى اذا ربنا اراد، وطبعا ده باضافه لعدد كبير جدا من الدبلوماسيات الفخريه من دول في اوروبا زي فرنسا ودول اخرى ودول اسيويه زي ماليزيا الى اخره ورومانيا، وحتى مكتب براءه الاختراع في منطقه الخليج العربي برضو كرمنا عليه، ويعني اعتقد ان هي ان شاء الله تعالى قدام شويه نقدر نبدا الكلينيكال ستاديز بقى والتجارب السريه ونقدر نوصل بيه للمريض في وقت قريب. طيب انا عايز ارجع لحضرتك تاني يا دكتور رعيم، بس عايز اروح بقى لدكتور احمد اللي واضح انه برضو كان عمال يتابع هذا الحديث بمنتهى الاهتمام ومركز فيه كده. مركزات البروتين من شرش اللبن او نواتج صناعه الجبنه، صح كده؟ بالظبط. عشان انا برضو قبل ما نتكلم فانا كنت قاعد عمال بفتي، يعني بسال، ما حاولتش افتي والله، كنت بسال مش هو ده المصل؟ لا المصل ده بقى حاجه ثانيه، وقعد شرح لي. اشرح لي اكتر يا دكتور. هو طبعا ببساطه يعني شرش اللبن دوت هو عباره عن الرشح اللي بيطلع اثناء صناعه الجبنه. في طبعا انواع منه، يعني ممكن في الشرش الحلو، في الشرش الحامضي حسب نوع الجبن اللي بيصنع يعني. طيب. هو في الاول طبعا اللبن بيتحول لخصره، والخصره دي بعد التصفيه بيطلع الشرش ويطلع بعد كده الخصره تبقى جبنه يعني. وفي انواع زي ما قلت لحضرتك اللي هو الحامضي والحلو، وده ليه استخدام وده ليه استخدام، يعني احنا ممكن ده يبقى ليه ابلكيشنز او تطبيقات في الاغذيه بشكل عام، والشرش الحامضي ليه تطبيقات اخرى يعني. فاحنا طبعا هي فكره المشروع في البدايه كانت بعيده خالص عن الشرش، احنا كنا بنفكر في اتجاه تاني، هو ازاي احنا نحافظ على كميات المية المحضرة. يعني احنا بطبيعة الحال احنا ما نيجي نبص على صناعة الأجبان، مصر من أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الأجبان، فاحنا في كميات كبيرة جدا بتنتج عندنا من الأجبان، خاصة الأجبان الجافة طبعا. وده كانت نقطة انطلاق لفكرة المشروع. ففكرة المشروع ان كميات الشرش اللي منتجة كميات كبيره جدا، احنا لما نيجي حسب يعني نحسبها تصافي الجبنه الجافه يعني احنا ممكن نحصل على كيلو جبنه مقابل ليها
في 9 كيلو او 10 كيلو شرش دول بيترموا. اجبان جافه دي اللي هي زي الجبنه الرومي وال بالظبط والامنتال والسويسري وكل الاجبان اللي هي الجافه اللي بالشكل دوت دي التصافي بتاعها بيكون قليل. ليه؟ لان هي طبعا ليها معاملات معينه وفي ضغط معين عشان نقدر ناخد الجبنه الجافه بالشكل ده. فكل الرطوبه وكل الميه اللي طلعت ديت طلعت في صوره شرش. طيب احنا لما نيجي نبص على الشرش، هل الشرش ده حاجه مفيده ولا حاجه ضاره؟ طبعا احنا لو تخلصنا من الشرش بالشكل التقليدي ان انا ارميه مثلا في المصارف المائيه او في الانهار، كل الكلام ده طبعا ضار بالبيئه تماما. ليه؟ لان فيها ماده عضويه، والماده العضويه مش قليله، ماده عضويه كبيره. طيب الماده العضويه ديت انا ما استفادش بيها ليه؟ ايه اللي يخليني ارمي حاجه زي كده وليها قيمه؟ احنا لما نيجي نبص للمنتجات اللي بنشتريها من بره، الواي بروتين ده من اغلى البروتينات اللي موجوده، له طبعًا قيمه حيويه عاليه جدا طبعًا. ودي راجعه لنوعيه البروتين. البروتين دوت يحتوي على الاحماض الامينيه الضروريه اللي هو النسيسر، الاحماض الامينيه الضروريه الاسينشال امينو اسيدز، ودي الجسم ما بيقدرش يخلقها، ودي موجوده اوريدي في البروتين. تاني حاجه التمثيل الغذائي للبروتين ده بيكون عالي جدا داخل الجسم. عشان كده الرياضيين دايما بيلجأوا للبروتين دوت عن اي نوع بروتين اخر. صحيح. ليه؟ لان التمثيل الغذائي بيكون سريع، الهضم بتاعه سريع، وفي نفس الوقت يمثل داخل الجسم بسرعه، وبالتالي يعني اسعاره عاليه جدا. والبروتين ده موجود اوريدي في الشرش، خاصه الشرش الجاموسي، ودوت ممكن ما يكونش فيه ناس القت النظر عليه او يعني اهتمت بيه. الشرش اللبن الجاموسي بشكل عام برضو ما خدش الاهتمام الكافي يعني. طبعا احنا هنا لان اللبن الجاموسي من الالبان المميزه، لما نيجي نشوف التركيب الكيماوي بتاع اللبن الجاموسي مختلف تماما عن اللبن البقر. يعني معظم الابحاث خاصه في اوروبا والدول ديت كلها بيركزين على اللبن دوت، اما اللبن عندنا اللبن الجاموسي مختلف تماما في التركيب وفي الخصائص بتاعته. فكان فكره ان احنا ازاي نوجه كميات اللبن، كميات الشرش اللي بتهدر ديت، في ان اول حاجه استفاد من كميات الميه. يعني انا فكرت الاول ازاي ان انا يعني اعيد استخدام الشرش دوت في المنتجات بتاعتنا. كويس. طيب وزي ما قلت لحضرتك كميات الشرش اللي ممكن تنتج عشان اطلع كيلو جبنه، كميه شرش ممكن تطلع قد ايه؟ يعني كبيره جدا طبعا، ومش يعني ما ينفعش ان احنا نغض الطرف عنها يعني. ففي حاجه اسمها الووتر فود برينت. الووتر فود برينت ده هي كميه الميه اللي موجوده في الغذاء. وده مهم قوي ان احنا نركز فيه. احنا في كميه كبيره من الميه من المقننات المائيه لينا هنا في مصر جايه من الغذاء نفسه. احنا مش بس مصدر الميه عندنا من نهر النيل او الامطار او المياه الجوفيه، لا، في المصدر الاخر هو الكميات الاغذيه اللي موجوده عندنا، ودي موجود فيها برضو نسبه ميه طبعا. زي ما قلت لحضرتك الشرش ده نسبه الميه اللي فيه بتوصل ل 95%. معنى كده ان ده ميه، يعني في الاساس ميه بالاضافه للمكونات اللي ليها قيمه حيويه عاليه. فده رقم واحد، ان انا احاول اوفر كميات الميه اللي انا بستهلكها بان انا استخدم الشرش دوت كبديل في الصناعه. حلو. طيب وباعتبار ما احنا عايشين في مصر طبعا، وفي انظمه كتيره في الصناعه بدات تاخد نظام الانتجريت سيستم اللي هي انظمه الصناعه المتكامله، فبنلاقي مصنع بيصنع البان وفي نفس الوقت بيصنع عصير. طيب احنا ليه ما نبداش نربط بقى الكلام ده ببعضه؟ ليه ما ناخدش الشرش بالقيمه الغذائيه بتاعته؟ احنا لما نيجي نبص على التركيبه بتاعته هنلاقي فيه بروتين الشرش، وده بروتين قيم جدا. انا مش عايز برضو اكلف الصناعه حته ان انا اقول له زود تكنولوجي، انا مش عايز ازود عليه تكنولوجي. انا بقول له ببساطه خالص خد الشرش دوت وابدا استخدمه كمنتج. حضرتك ممكن الشرش ده نبدا ناخده ونضيفه كبديل للميه. احنا عشان ننتج مثلا شراب او ننتج نكتار محتاجين ميه. طب انا ليه ما اضيفش الشرش، خاصه الشرش الحلو، لان الشرش الحلو اقدر استخدمه في مجالات كتيره غير الحامضي. الحامضي ليه استخدامات اخرى هنتكلم فيها. نبدا نضيفه في العصير. انا ضفت هنا مينرالز، عناصر معدنيه الجسم محتاجها، فيتامينز موجوده فيه ما اهدرتهاش ورميتها، وفي نفس الوقت البروتين اللي هو عالي القيمة الحيوية. فطلعت منتج نقدر نقول عليه فانكشنال فود أو أغذية وظيفية. ليه؟ لأن في بروتينات، يعني إحنا في جائحة كورونا رقم واحد كان أكتر بروتين
شائع في ان هو ممكن يبدا يواجه الفيروس ده كان اللاكتوفيرين. وفي معظم الادويه والروشتات الدكاتره كانوا بيقولوا او بيوصوا باستخدام اللاكتوفيرين من ضمن البرنامج العلاجي. ليه؟ لان هو اساسا بطبيعه الحال ليه خواص انتي ميكروبيال عاليه وفي نفس الوقت انتي فيروس. ده موجود برضو في الشرشه. في برضو حاجات تانية بيتا لاكتوجلوبيلين، بروتينات المناعه، كل الكلام ده موجود. انا ليه ما اتخلص من ده؟ في كل الكلام ده، كل الكلام ده، لان هو اسمه شرش، وبناء عليه اتسمى البروتين اللي موجود فيه ببروتين الشرش. يعني انا ممكن يبقى عندي مثلا، تخيل والله يبقى جميل جدا، يبقى عندي مصنع اجبان، وبعدين الشرش ده انا اقدر اخلق منه واي بروتين. طبعا. انا اقدر في مصنعي اسمي كذا، فيبقى في عندي منتجات الالبان اللي الناس التقليديه اللي الناس عارفاها ومليان الاسواق وبصدر منها و100 فل، واعمل بقى خط انتاج يبقى ده الحلم، سبلمنت بروتين اسمه مش عارف ايه طبعا ده الحلم اللي احنا بنتكلم فيه. استاذنكم اطلع لفاصل وارجع بقى انا الحكايه بقى بتاعه القيمه الاقتصاديه المضافه النتيجه بتاعه الابحاث العلميه دي اكتر حاجه بتشغل مخي. هروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الاعزاء الدكتور ابراهيم الشربيني والدكتور احمد علي عبد المقصود. ارجع لدكتور ابراهيم على مساله استخدامات النانو تكنولوجي في الاغراض الدوائيه والعلاجيه وما الى ذلك. احنا بقى كنا بنقول انه انا اقدر احول ده لصناعه واسعه النطاق في مصر ولا لا؟ اقدر طبعا، وبالذات في بلاد بظروف مصر. بمعنى في بلاد مثلا عندها من اقتصاد ما يكفي من فترة طويلة، طبعا دي بتتعامل مع الدواء as it is كما هو، مكلف مش مكلف، عندها من اقتصاد اللي يقدر يدعم ده. أما إحنا محتاجين التقنيات الحديثة دي زي تقنية النانو، وأقدر أطوعها كأداة سحرية في أن أنا أعيد صياغة الحاجات دي بشكل غير مكلف. بمعنى حد الحركة مثلا، مثال لو أنا عندي مثلا دواء لعلاج السرطان، الدواء ده مكلف جدا بالنسبه لقطاع كبير جدا من مرضى السرطان، مثلا في بلاد اقتصادها برضو مش بالقوه زي امريكا مثلا، زي مثلا مصر وبلد بعض البلاد الاخرى، العديده من البلاد الاخرى في العالم. وبالتالي انا اقدر اعمل ايه؟ انا اقدر اتعامل مع الدواء اللي موجود اوريدي في الاسواق ده بتقنيه النانو، واحل مشاكله بحيث يبقى الجرعه مركزه جدا في نفس الوقت راحه المكان اللي فيه المرض تحديدا دون إصابة أو دون المرور بالأنسجة السليمة. حلو. وبالتالي كده أنا بقلل الجرعة، ونتاجا لذلك أنا ما بهدرش موارد وما بضرش الناس، ما بهدرش موارد وبوفر للمريض، وفي نفس الوقت بزود الفاعلية. إذن ده العلم ده ليس نوع من الرفاهية، بالعكس. اللي احنا بقى بنسميه مثلا في القطاع الطبي النانو ميديسن أو طب النانو، إن استخدم تقنية النانو تكنولوجي كفعلا كأداة سحرية، وأنا بصمم على المصطلح ده لعلاج المشاكل الراهنة اللي موجودة في القطاع الطبي، فأقوم أرفع الكفاءة وأقلل أقلل الاستهلاك من هذه المواد والأشياء والتقنيات، في نفس الوقت أحافظ على موارد البلد وحل قطاع كبير جدا من المشاكل الطبية الضاغطة على المجتمع المصري. نفس الكلام لو بنتكلم عن تقنية النانو بصفة عامة، مش بس في القطاع الطبي، لو أنا طوعتها لمجال الزراعة، الأسمدة اللي بتلوث للبيئة وبستخدم منها ملايين الأطنان دي زي أسماد اليوريا، ما احنا لنا تجربة رائدة بدعم كامل من أكاديمية البحث العلمي وزارة الإنتاج الحربي سابقا، وبمساعدة وزارة الزراعة في التجربة الكام ده كله في عدد من الحقول على مستوى مصر. بتقنية النانو قدرنا نوفر كمية مهولة من سماد اليوريا ده، لدرجة إن احنا لما حسبناها يمكن من كام سنة، الهدر ده بس في السماد كان بيتخطى الخمس ستة مليار، ده قبل الفترة الحالية من التعويم وارتفاع طبعا قيمة الايه؟ قيمة الدولار مقابل الجنيه. تخيل حضرتك لو قدرت تطوع هذه التقنية في حل مشاكل بعض الأسمدة الكبيرة جدا اللي حتى بيظهر فيها سوق سودا نتيجة العجز فيها في بعض الأحيان، وإنك تطوعها وبالتالي توفر ثلثين الكمية من السماد، ده حصل معانا، كان ثلث الكمية بس، ثلثين الكمية يعني 66% كان بيروح، تقدر توفرهم. ده غير اللي بيروح، ده انا بتكلم كمان غير الهدر اللي بيحصل نتيجه الذوبان السريع للسماد ده في التربه، وبعدين بينزل بقى في عمق التربه يفسد حتى التربه مع الوقت. فانت حاجات كتير تقدر تستفاد بيها طبعا في مجال الغذاء،
النانو تكنولوجي ازاي تقدر توفر مصادر بديله، ازاي تقدر تساعد في حل ازمه النيوتريشن حتى في العلف، ازمه العلف دلوقتي سواء بتاع الحيوانات او الدواجن او الكلام ده كله. النانو تكنولوجي اداه سحريه تقدر فعلا تحل مشاكل كتير جدا جدا من المشاكل الراهنه الضاغطه على المجتمع المصري بامكانيات بسيطه جدا. واحنا ادعي ان احنا في حتى عندنا في المدينه وفي فريق البحث بتاعي اتحركنا في قطاعات مختلفه وعملنا مدرسه علميه رائده، اعتقد ادعي ان هي رائده في الشرق الاوسط بالذات في مجال طب النانو، وجنبا الى جنب برضو مع بعض القطاعات الاخرى زي الزراعه الى اخره. اذا تقدر من خلال هذه النوعيه من التقنيات الحديثه اللي في مقدمتها دون تحيز تقنيه النانو او النانو تكنولوجي تقدر فعلا تحل مشاكل كثيره جدا. مش بس كده، تقدر توفر عمله صعبه لانك مش كل حاجه هتحتاج تستوردها من بره، ولكن تعتمد على مصادرك الداخليه، وتقدر كمان بعد كده تعيد لمصر مكانتها وقوتها الناعمه وتعيد لها مكانتها المستحقه بين الامم. انا بقول وباكد واحط 10 خطوط تحت كلمه المستحقه دي عشان تقدر بعد كده تعتمد على نفسك، يبقى في اعتماد ذاتي. مصر مليئه بالكوادر البحثيه القويه، مصر اهتمامها بالبحث العلمي غير مسبوق في السنوات الاخيره، دعم كامل من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وتحتها طبعا اكاديميه البحث العلمي بتلعب دور كبير جدا في كل القطاعات. وبالتالي انت ما عندكش حاجه، حتى الدعم المتمثل في تمويل البحث العلمي بقى الوقت في عدد من الجهات بتمول البحث العلمي داخل مصر، في اهتمام بتحويل مخرج البحث العلمي الى منتج من خلال زي ما الدكتور عمرو تفضل، عمرو فاروق تفضل، بقى في هب، بقى في عدد من الهبس او الحاضنات التكنولوجيه اللي بيندرج تحتها عدد من الشركات الناشئه. الثقه ما بين البحث العلمي بمخرجاته خارج من جامعات والمراكز البحثيه مع الصناعه، اعتقد الثقه دي بدات تاخد شكل اخر كنا بنفتقده يمكن من 20 سنه فاتت. صح. فاعتقد ان دي كلها مبشرات، وان شاء الله تعالى باذن الله الجاي افضل. قد يكون هو نفس ذات السؤال اللي هسأله للدكتور أحمد، بس ممكن أخد زاوية كده، هي مسألة البيضة الأول ولا الفرخة؟ يعني الصناعة هي التي تذهب إلى الدكتور أحمد والعلماء بتقول والله إحنا عندنا مشكلة كذا، ولا العلماء هم اللي بيقعدوا يشوفوا وبعدين يحسوا أن هناك احتياج لعمل كذا فنبدأ نشتغل؟ فعلى سبيل المثال مثلا، أنا وده بجد ليا اتنين أصدقاء وأعزاء عليا جدا عندهم مصانع صناعات ألبان وأجبان ضخمة معروف، مش هقول علشان أنا بقى اللي هروح لهم ولا هم هيستنوا حلقة زي كده ويروحوا للدكتور أحمد؟ والله يعني هو أكبر مثل يعني كل علمائنا دايما بيقولوا، الفكرة ممكن تجذب كثير من المستثمرين، فهي بتعتمد على انا قد ايه هسيب بصمه وهسيب اثر للمستمع وللقارئ، سواء انا بخرج المخرجات دي كلها ممكن تخرج في صوره رساله، صوره بحث علمي منشور. وخاصه كل العلماء في مصر دلوقتي بيتجهوا الى النشر الدولي، وده احنا مش بس يعني مش بس واقفين هنا على نشر العلم في الاطار الضيق او المحلي، لا بالعكس كل النشر او اللي هو التوصيات بتيجي ان احنا ننشر دولي عشان نبدا على طول نحكم نفسنا الاول ونقيم، لان التقييم العالمي غير تقييمنا هنا طبعا، وبنشوف احنا واقفين فين، هل الافكار بتاعتنا مقبوله بره ولا مش مقبوله، بنشوف من خلال السيتيشنز هل انا في ناس كتيره بتشيد بشغلي ولا لا. فدي نقطة مهمة. وبعدين متهيألي أن الأوان إن العلم يبدأ يعني الناس تستمع ليه وتشوف أفكاره، يعني جايز إن إحنا يعني نجد حلول وفرص بديلة للمشاكل الموجودة حاليا. يعني إحنا بنتكلم دلوقتي المشكلة العالمية فين؟ في الغذاء. فرقم واحد لازم نبص نظرة أخرى للزراعة ونبص على الحلول البديله. الكلايمت تشينج بشكل عام اثرت بشكل سلبي على حاجات كتير، دول كتير، الحمد لله مصر مش من ضمن الدول اللي تاثرت كتير يعني على التغيرات المناخيه بكل البرد اللي احنا فيه ده. لا ده البرد ده في دول اتاثرت كتير طبعاً. لكن احنا الحمد طبعاً. لله لا نمثل شيء ربنا. الحمد لله لا نمثل شيء بالنسبه للتغيرات. شويه برد احنا ممكن في حلول كتيره بديله، ان احنا بنغير مواعيد الزراعه. يعني احنا دايما عندنا
الارتباط بالثقافات القديمه لازم نغيرها. فاحنا هنطور او بنطور بالفعل. لازم لازم مواعيد الزراعه لازم تتغير بناء على الطقس الجديد، بناء على البروده، بناء على الشمس، في مطر ولا ما فيش، كل الكلام دوت لازم نتغير. الثقافه نفسها لازم تتغير. وجود الخبرات في مكان معين وارد ان هو يتنقل لمكان اخر، لان انا قبل ما عشان عمالين يقولوا الوقت الوقت انا محتاج ان انا فعلا اسال السؤال ده قبل ما اختم. قلت لي على الانتجريشن التكامل، ودكتور ابراهيم هو بيتكلم، شوف انت راجل متخصص في الحاجه بتاعت الزراعه، ودكتور ابراهيم بتاع نانو تكنولوجي، دكتور ابراهيم قال ده احنا بنستخدم ده، واحنا مش عارف بنستخدم سماد اليوريا عشان يوصل لجذور النبات بشكل معين بكميه معينه. هنا بقى التكامل ما بين مثلا النانو تكنولوجي وما بين مثلا بحث زي هنفترض زي شرش اللبن واستخلاص البروتين منه. طيب يبقى انا ممكن استخدم النانو تكنولوجي في ان انا البروتين اللي هطلعه الواي بروتين ده هاخده بالكميه ازاي، اللي تتحمل على ايه بالتقنيه بتاعت النانو عشان توصل للانسجه العضليه قد ايه فتحقق اعظم استفاده. التكاملات دي حاصله ولا لسه؟ مش بتكلم على ضيوفنا الاعزاء دلوقتي، انا بتكلم بشكل عام البحث العلمي في مصر اوريدي حصلت يعني. احنا ايوه بالظبط الكلام ده احنا يعني قلناه من زمان من فتره. النانو تكنولوجي طبعا هي غزو العالم في الوقت الحالي، دخلت في كل القطاعات. حلو. في الزراعه وفي الصناعه وفي كله. على سبيل المثال يعني احنا كان في تجربه بسيطه عملناها اللي هو النانو امالشنز اللي هو مستحلبات معموله من بروتين اللبن في حجم النانو. يعني ده كان بحث اتعمل واتنشر في دوريه اجنبيه، طبعا باكت فاكتور بتاعها كبير او نقدر نقول هي من اوائل المجلات في مجال الفود يعني. فاوريدي النانو تكنولوجي هو غزا علم الزراعه وعلم الاغذيه وعلم الصناعه وكله يعني. احنا ما نقدرش نقول ان النانو مش موجود، لا النانو موجود وبقوه في مجال الاغذيه. طيب احنا لازم هنتقابل كتير قدر الاستطاعه. وانا اولا خلوني الاول اشكركم دكتور ابراهيم ودكتور احمد على قبول الدعوه النهارده. وانا عارف ان اوقات العلماء دي بتبقى اوقات بتتقاس بالفيمتو ثانيه بقى عشان دكتور زويل الله يرحمه. الله يرحمه. وانا هنا اقول للمشاهد بس حاجه في السريع وانا بختم كده. انا راجل بشتغل الشغلانه دي بقالي 25 سنه، واقدر اجزم، لكن انا هسالك السؤال، هو حضرتك كنت زمان بتفتح البرامج تلاقي العلماء موجودين على الهواء وبيتكلموا على ابحاثهم وبيتكلموا على جوائزهم وبيتكلموا على دوريات او نشرهم في الدوريات العلميه الكبيره اللي موجوده في الدنيا؟ وانا بس عايز ادك من شعر بيت عشان انا مهتم بمساله التعليم الجامعي والاكاديمي بره، بقعد اقرا فيه كتير واشوف الناس دي تميزت يعني عننا في ايه، يعني بتوع هارفارد احسن مني في ايه يعني. لما تشوف ان الناس اللي بره، وانا اقول لك ممكن حتى اسماء جامعات، هم بيتكلموا على انه مصر بدات تحقق مراكز كبيره في كثافه النشر العلمي في ارقى الدوريات العالميه، ده بجد مش هزار. لما تلاقي العلماء موجودين في التوك شوز اللي ممكن تبقى بشكل ما بالنسبه للبعض عباره عن تبحث عن المواضيع الاكثر جاذبيه علشان الفيوز وبتاع، اما تلاقي العلماء في التوك شوز اطمن على البلد. بالظبط. اما تلاقي العلماء نجوم اطمن على البلد. ويا سلام سلم لما تلاقي العلماء اغنياء قوي كده زي الافلام الامريكاني، حدوته تانيه تبقى تتحكي. خلصت الحلقه لحد كده، كل الشكر مره تانيه لضيوفي الاعزاء اللي نورونا، علمائنا المصريين الكبار المبهرين اللي هم جزء يمكن من مئات الالاف من العقول المصريه العظيمه، الدكتور ابراهيم الشربيني المدير المؤسس لبرنامج علوم النانو ومدير مركز ابحاث علوم المواد بمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، ايضا الدكتور احمد علي عبد المقصود الاستاذ المساعد بجامعه القاهره، فائز عن مركزات بروتين. انا ادعو اصدقائي هم عارفين نفسهم كلموا الراجل ده ها عشان موضوع المركزات بتاعت البروتين والواي بروتين ويعملوا بقى خط انتاج، يقوم الراجل ده يكلم دكتور ابراهيم علشان يظبط لنا موضوع النانو عشان نشوف يعني. بصوا البحث العلمي محتاج فلوس، والفلوس ربنا يديكم عند المستثمرين. خلصت الحلقه لحد كده، كريم رمزي واقف قدامي ولابس هاي كول زيي بس لونها ابيض داخل عليا اهو عشان بس تصدق ان هو قدامي. واحنا لو كلنا العمر نقابلكم تاني باذن الله في نفس الميعاد يوم السبت وبرنامجكم التاسعه. سلامات.